أهلا بكم متابعي قناة المجلة. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بل وبعض المواقع الإخبارية خبر يشير إلى إعلان رئيس كوريا الشمالية اعتناقه للدين الإسلامي على التلفزيون الرسمي لدولته، إلا أنه بعد تتبع فريق قناة المجلة الخبر تأكدنا أنه عار تماما من الصحة ولا يتعدى مجرد فرقعة إعلامية. نما إلينا أن هذا الخبر تطور وانتشر ليس فقط على مواقع التواصل التي يفتقد معظمها للمصداقية، بل امتد إلى بعض المواقع المتضمنة في أخبار جوجل ويعتد بها كمصدر إخباري، لذا وجب التنويه. لقد لفت رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ إن أنظار العالم أجمع منذ توليه الحكم في 19 من ديسمبر لعام 2011، وذلك بسبب قراراته المجنونة على حد وصف بعض قادة العالم وتحديه المستمر للعالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه لم يتعد من العمر 34. وبعد انتهاء لقاء القمة التاريخي الذي جمع بين الكوريتين، أصبح أول زعيم كوري شمالي يزور كوريا الجنوبية منذ أعوام. سوف نتعرف بعد قليل على معلومات مثيرة عن الزعيم الكوري الشمالي، كيف كانت طفولته وكيف وصل إلى السلطة. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. تشييع ملك بيونغ يانغ السابق. كان يوم 28 من شهر ديسمبر لعام 2011 يوما قارس البرودة في بيونغ يانغ، فقد كان الثلج يتساقط بغزارة بينما كانت السيارة التي تحمل النعش تشق طريقها ببطء في شوارع العاصمة الكورية الشمالية، وكانت سيارة لينكولن السوداء تحمل على ظهرها نعش الزعيم الكوري الراحل كيم جونغ إيل المسجى على زهور الأقحوان. كانت حشود كبيرة متشحة بالسواد تنتظر على طريق الجنازة، واضطر الجنود إلى منع المشيعين من التقدم صوب الموكب، بينما كانت الجموع تبكي بكاء شديدا وتلطم على صدورها قائلة: والدنا، أبانا. وكان يمشي إلى جانب السيارات التي تحمل النعش ابنه وخليفته كيم جونغ إن، الذي لم يكن يبلغ من العمر آنذاك إلا 27 عاما. وبدا على كيم لابن التأثر الشديد، وأجهش بالبكاء عدة مرات أثناء التشييع. وكان يسير خلف كيم مباشرة خاله تشانغ سونغ تيك، الذي كان يعد ثاني أقوى شخصية سياسية في كوريا الشمالية. وعلى الجانب الآخر من السيارة كان يمشي رئيس أركان الجيش الكوري الشمالي ووزير الدفاع. كان هؤلاء هم الكهول الذين سيمسكون بدفة الحكم في بيونغ يانغ، أو على الأقل كان هذا هو الاعتقاد السائد آنذاك. في خمسينيات القرن الماضي أسس جد كيم جونغ إن الزعيم الشهير كيم إيل سونغ كيانا فريدا في العالم الشيوعي، ما يعد أول نظام وراثي في كوريا الشمالية. وبناء عليه ولعقدين من الزمن تقريبا كان يعد نجله كيم يونغ إيل لكي يخلفه، فأينما ذهب كان وريثه إلى جانبه. وفي عام 1994 عندما توفى كيم إيل سونغ، تولى كيم جونغ إيل مباشرة مقاليد الحكم. ولكن عندما توفي هذا في عام 2011 بشكل مفاجئ، كان ابنه لم يكمل بالكاد إعداده لكي يصبح زعيم كوريا الشمالية. في ذلك الحين توقع العديد من الخبراء انهيار نظام الزعيم الأوحد، ولكن توقعاتهم راحت هباء، ففي غضون أشهر قليلة طرد رئيس الأركان ووزير الدفاع من منصبيهما، وما زال مصير الأول مجهولا إلى يومنا هذا. وفي ديسمبر لعام 2013 نفذ كيم جونغ إن أكثر خطواته دراماتيكية، إذ أمر باعتقال خاله تشانغ سونغ تيك من جلسة لمؤتمر للحزب الحاكم، واتهم بالخيانة ثم أعدم. وقيل إن عملية الإعدام تمت باستخدام مدفع مضاد للطائرات. نفذ كيم بين عامين 2012 و2016 أكبر حملة تطهير شهدتها كوريا الشمالية منذ فترة تولي جده الحكم. وقال معهد الأمن القومي الاستراتيجي في كوريا الجنوبية إن النظام في بيونغ يانغ أعدم 140 ضابطاً ومسؤولاً حكومياً في تلك الفترة، كما أبعد أو سجن نحو 200 من المسؤولين في تلك الحملة. نجح كيم في إزاحة كل من كان يقف في طريقه، مستبدلاً إياهم بكوادر شابة أكثر ولا ألا، وتقود هذه الكوادر شقيقته كيم يو جونغ التي عينت عضوة في المكتب السياسي للحزب الحاكم عام 2017 ولما يتجاوز سنها 30 عاماً. أما الآن فلا يشك أحد في أن كيم جونغ إن
هو الذي يمسك بزمام الأمور في بيونغ يانغ. تناول الشاي على الجسر. كان يوما ربيعيا دافئا في أبريل لعام 2018، وكان كيم جونغ إن يجلس وسط جسر خشبي يقع في غابة وسط المنطقة الموسوعة السلاح بين الكوريتين. كان كيم يرتشف الشاي ويستمع باهتمام إلى حديث رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وكانت صور اللقاء تبث بشكل مباشر إلى كل أنحاء العالم، ولكن لم يسمع أحد فحوى الحديث الذي دار بين الرجلين. فقبل أشهر قليلة فقط كان كيم يطلق الصواريخ فوق اليابان ويهدد بحرق العاصمة الكورية الجنوبية سول والولايات المتحدة. أما في ذلك اللقاء فشوهد وهو يبتسم وينخرط في حوار معمق مع عدوه اللدود. كيف يمكن للمرء أن يوفق بين تلك الصورة من جهة وصورة الرجل الذي لم يتورع عن قتل خاله؟ أسئلة كثيرة طرحت نفسها. ما الذي يريده كيم؟ هل الأمر كله خدعة أو محاولة لكسب التأييد؟ أم هل ينوي كيم جونغ إن اتخاذ سبيل مختلف من الذي اختطه جده ووالده؟ لقاء الجسر والجنرال الصغير. يصل ضباط كبار إلى مكان الاحتفال وينحنون أمام الطفل ذي الأعوام الثمانية، الطفل الذي كان اسمه كيم جونغ إن. روت خالة كيم قصة تحوله، ولم يكن عمره قد تجاوز 8 أعوام. روت كيف تحول إلى الجنرال كيم لصحيفة الواشنطن بوست عام 2016. كانت الخالة كو يونغ سوك وزوجها قد هربا إلى الغرب قبل عقدين، ويعيشان الآن خارج مدينة نيويورك الأمريكية في شبه عزلة. وقالت الخالة في المقابلة الصحفية إن حفلة عيد الميلاد تلك التي احتفل فيها ببلوغ كيم جونغ إن سن 8 أقنعتها بأنه سيعد لخلافة والده. وقالت كو في المقابلة الصحفية: كان من المستحيل بالنسبة له أن ينشأ كإنسان سوي عندما كان المحيطون به يعاملونه بهذا الأسلوب. بعد مضي بضع سنوات كلفت كو يونغ سوك الخالة بمصاحبة كيم جونغ إن عندما قرر والده إفاده إلى سويسرا للدراسة في مدرسة خاصة. ووصفت كو كيم المراهق بأنه كان مغرورا سريع الغضب، لم يكن من الباحثين عن المشاكل ولكنه كان سريع الغضب ولم يكن يتمتع بأي قدر من التسامح. وعندما حاولت والدته زجره لأنه كان يقضي وقتا كثيرا في اللعب على حساب الدراسة لم يكن يجيب، بل كان يحتج بطرق أخرى كأن يعلن إضرابا عن الطعام. لا يعلم عن طفولة كيم إلا هذه النتف الصغيرة، وهي ليست كافية لرسم صورة للسبب الذي اختير فيه لخلافة والده عوضا عن شقيقه الأكبر كيم جونغ تشول أو أخيه كيم جونغ نام. لعل الشخص الأول الذي توقع ارتقاء كيم إلى قمة هرم السلطة هو طاهي السوشي الياباني المكنى بكينجي فوجيموتو. ففي تسعينيات القرن الماضي أصبح فوجيموتو هذا من أفراد الدائرة المحيطة بكيم، وكان يعد الطعام له ويدعي أنه كان يلعب معه عندما كان صغيرا. عاد فوجيموتو إلى اليابان في عام 2001 حيث نشر قصته مع كيم، ووصف في كتابه كيف تعرف عليه وعلى شقيقه الأكبر للمرة الأولى. كتب فوجيموتو متذكرا: كان الأميران الصغيران يرتديان اللباس العسكري في المرة الأولى التي التقيت بهما وصافحا كل الحاضرين، ولكن عندما جاء دوري نظر إلي الأمير كيم شزرا وكأنه كان يود أن يقول: نحن نكره اليابانيين من أمثالك. لن أتمكن أن أنسى أبدا تلك النظرة. كان عمره آنذاك 7 سنوات. وفي كتاب ثان أصدره عام 2003 كتب فوجيموتو: كان ينظر إلى كيم جونغ تشول على أنه المفضل لخلافة أبيه، ولكني كنت أشك في ذلك. كان كيم جونغ إيل يقول إن كيم جونغ تشول ليس صالحا فهو يشبه البنات. كان ابنه المفضل هو الأصغر الأمير الثاني. كان كيم جونغ إن يشبه أبيه شكلا وموضوعا، ولكن وجوده لم يعلن. كانت تلك نبوءة لافتة للنظر فعلا. ففي ذلك الوقت لم يكن كيم جونغ إن معروفا لدى العامة في كوريا الشمالية، ناهيك عن الناس في باقي دول العالم، فقد كانت طفولته محاطة بهالة من الكتمان. الأخ كيم جونغ نام. قتل الأخ كيم جونغ نام بسم الأعصاب في إكس الذي يؤدي استنشاق كمية منه بحجم حبة الرمل إلى الموت. كانت عملية اغتياله تصرفا سافرا، ورغم نفي كوريا الشمالية تورطها فيها أشارت جميع الأدلة إلى أن كيم جونغ إن هو الذي كان مسؤولا عنها. ولكن ما هي الدوافع؟ كان لوالديهما حياة عاطفية معقدة، فقد اقترن رسميا بسيدتين وكانت له 3 عشيقات على الأقل أنجب منهن 5 أطفال. كان كيم جونغ نام الولد الأول الذي أنجبه كيم جونغ إيل مع عشيقته الأولى. أما كيم جونغ إن فكان الابن الأصغر لعشيقته الثانية، وهي ممثلة سابقة ولدت في اليابان. كان كيم جونغ إيل حريصا على إبقاء علاقاته بعشيقاته وأولادهن سرا طي الكتمان،
فقد كانوا يقيمون في دور معزولة عن بعضهم البعض. فرغم كونهما أخوين، لم يلتقي كيم جونغ نام وكيم جونغ إن ببعضهما قط. باعتباره الابن الأكبر، كان كيم جونغ نام يعد خليفة والده، ولكن في عام 2002 ألقي عليه القبض عندما كان يحاول السفر إلى اليابان باستخدام جواز سفر مزور. كان كيم جونغ نام ينوي زيارة مدينة ديزني للألعاب في طوكيو. صور كيم جونغ نام وهو يقتاد إلى طائرة ويطرد من اليابان، كان هذا المشهد بالنسبة لوالده إهانة لا يمكن أن تغتفر، فقد أزيح بكيم جونغ نام من تسلسل الولاية، أو على الأقل هكذا تقول الحكاية. رجل الصواريخ المحب للتدخين. في الصباح الباكر لليوم الرابع من يوليو عام 2017، رصد قمر اصطناعي أمريكي كان يحلق فوق كوريا الشمالية نشاطا غير عادي في قاعدة جوية تقع شمالي إقليم بيونغ يانغ. فقد رصد القمر دخول عربة إطلاق ضخمة ذات 16 عجلة إلى القاعدة، وهي تحمل على ظهرها صاروخا كبير الحجم. وأتاح القمر الاصطناعي الفرصة لضباط الاستخبارات الأمريكيين لساعة كاملة مراقبة رفع الصاروخ إلى وضع الإطلاق وتزويده بالوقود. بوضوح رجلا يتجول حول الصاروخ وهو يدخن سيجارة. روى هذه القصة رئيس تحرير مجلة الدبلوماسي أنكيت بانتا، الذي يقول إن مصدرا استخباريا سربها له. أما الرجل ذو السيجارة الذي كان يدخن قرب صاروخ مليء بالوقود شديد الاشتعال، فلم يكن من المعقول إلا أن يكون كيم جونغ إن نفسه. بعد انبلاج الفجر بفترة قصيرة انطلق الصاروخ وحلق لمسافة 3000 كيلومتر في الفضاء الخارجي قبل أن يهوي في بحر اليابان. طار كيم جونغ إن فرحا بهذا الإنجاز، وأظهرت صور نشرت لاحقا الزعيم الكوري الشمالي وهو يبتسم ويعانق كبار ضباط جيشه، وكانت في يده السيجارة التي تعرف عليه بواسطتها ضباط الاستخبارات الأمريكيون. قالت بيونغ يانغ إن الصاروخ صاروخ باليستي جديد عابر للقارات بإمكانه ضرب الولايات المتحدة، وإن اختيار تاريخ الإطلاق في الرابع من يوليو يوم الاستقلال الأمريكي كان بمثابة هدية إلى الرئيس دونالد ترامب. تابعت كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي بإصرار كبير رغم الثمن الاقتصادي الباهظ ورغم الضغوط الدولية الكبيرة. وبعد مجيئه للسلطة عام 2011، أمر كيم جونغ إن بتسريع البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي. ففي الفترة التي حكم فيها والده البلاد، وهي فترة امتدت 16 عاما، أجرت كوريا الشمالية اختبارين نوويين و16 اختبارا صاروخيا. أما كيم جونغ إن فقد أجرى في السنوات الست الأولى من حكمه 4 اختبارات نووية و82 اختبارا صاروخيا. صاروخ كوري شمالي عابر للقارات. كان هناك ثمة رأي يؤمن به العديدون بأن الغرض من الترسانة النووية الكورية الشمالية دفاعي بحت، وأن أسرة كيم رأت ما حل بصدام حسين ومعمر القذافي، فقررت أن الأسلحة النووية هي السبيل الوحيد لمنع محاولات تغيير النظام الذي تقوده الولايات المتحدة. ولكن منتقدي وجهة النظر هذه يقولون إن كيم جونغ إن ووالده لا يحتاجان قط إلى الصواريخ العابرة للقارات لحماية نفسيهما. أحد هؤلاء هو البروفيسور برايان مايرز من جامعة دونغسيو في بوسان في كوريا الجنوبية. ففي كلمة ألقاها مؤخرا أمام الجمعية الآسيوية الملكية قال: عجزنا عن منع هذا النظام من الحصول على أسلحة نووية يثبت أن هذه الأسلحة لم تكن يوما ضرورية لأمنه. فإذا كانت كوريا الشمالية دون أسلحة نووية عرضة للهجوم كما كانت ليبيا، لكانت هوجمت قبل عام 1998. أما السبب الذي منع الهجوم على كوريا الشمالية فهو سهولة ضرب كوريا الجنوبية التي لا تبعد عاصمتها سول عن المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين إلا بمسافة 50 كيلومترا وتقع ضمن مدى المدفعيات الشمالية. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.